هم خبرين ثلاثة كده. الرئيس النهاردة اجتمع مع رئيس الوزراء ومع دكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، وحصل انه تم استعراض تطورات العمل في مختلف المشاريع اللي بتشتغل فيها الوزارة. بنتكلم على انشاء وتطوير محطات توليد الكهرباء الجديدة اللي بتشتغل بالغاز او بالفحم او بالطاقة المتجددة بشكل عام، والتطوير اللي بيحصل لشبكات النقل والتوزيع ومراكز التحكم الذكية للشبكة. وقال الوزير ان في ثلاث محطات جاري انشائها في بني سويف والبرولس والعاصمة الإدارية الجديدة، ودي هتوفر في الوقود بما يعادل مليار دولار سنويا. والرئيس اتكلم كمان انه عايز يعني يكون في احدث التكنولوجيا في المحطات دي، وعايز يكون في نقلة نوعية في مجال الكهرباء، وقال انه يعني بيطالب بأداء عالمي في هذا القطاع. خبر تاني ليه علاقة بتجربة زراعة القمح مرتين في السنة علشان يوفروا في استهلاك المية يعني. فوزارة الموارد المائية والري وجهت الدعوة لكل الجهات البحثية المتخصصة في الموضوع ده ان هم يعني يشوفوا التجربة دي وهل هتنجح ولا لا، ليها ايجابيات ليها سلبيات على التربة وما الى اخره. فيعني هيقيسوا الموضوع التجربة دي ما لها وما عليها علشان يشوفوا يطبقوها ولا لا. الخبر الثالث، تحويلات مرورية تم الإعلان عنها من الإدارة العامة للمرور. التحويلات دي في الطريق الدائري هتبتدي من يوم الجمعة ولغاية نهاية شهر يونيو، يعني بنتكلم على حوالي 4 شهور هيحصل غلق جزئي في الطريق الدائري لغاية لما ينتهوا من إنشاء محورين جداد. وقواعد خرسانية بتتعمل في الاتجاه القادم من طريق مصر اسكندرية الزراعي أعلى محور 26 يوليو، وكمان طريق مصر اسكندرية الصحراوي. مدة العمل من يوم الجمعة 10 فبراير لغاية 30 يونيو على مدار اليوم الكامل، يعني قفل قفل مش ساعات معينة ويرجعوا يفتحوها. وهيتم الإعلان عن كل التحويلات المرورية البديلة.